انا الراي ديالي في هذاك السيلي في هذا الروتين اليومي انا ماشي معاهم، انا ضدهم. داكشي ما كيعجبنيش هيدا، يعني خص المجتمع نقدموا لي شي حاجه اللي في صالح المجتمع اللي يزيد بيه لقدام، ماشي حاجه يرجعوا بيها للور. حنا دابا كنتشكاو كنقولوا علاش الناس ديال الخليج كيعايروا لنا مثلا النساء ديالنا، حنا علاش كيعايروا لنا الستات المراه المغربيه؟ فهاد الروتين اليومي خص المراه تعبر على الحشمه ديالها، على الحياه ديالها، على الاداب الحياه. اما مثلا باش المراه تستعرض المحاسن ديالها ولا الفورما ديالها الناس اخرين، راه داكشي منا ما مزيانش. المراه المغربيه راه دمنا ولحمنا، ولكن بغينا تقدم الاحسن، تقدم شي حاجه اللي تنفع المجتمع. ايوا شنو ضال لك انت مثلا واحد وطن مجوج ومراته مثلا واحد 40 مليون نسمه كتشوفها بحوايج ديال النعاس؟ لا يعقل، هادشي ما مزيانش. كنتمنى واشي توضع لي شي حد راه حتى انا مع يدها شي حاجه ديال رضعيه، هادشي باش ماشي يتوقف. هادي كتسمى مزاله باش توقف، تقدم للمجتمع اللي شي حاجه اللي تعطي للمجتمع الاضافه. اما اللي غترجع بها اللور، لا الاضافه شي حاجه اللي يستافدوا فيها عيالات، عطا الله ما يدار. هاد الروتين اليوم يا اختي خرجوا علينا، وليتي كتشوف امراه مع راجل ومزوجه به شويه ناقصه، خصوصا هاد اليامات ولينا كنشوفوا شي حوايج ما كيعجبوش في هاد الروتين اليوم. شي حوايج ما تقد، انا بعدا مزوج ما نقدرش نشوف انا ومرتي هذاك الشيء، وانت ما كتشوفوا كل شيء. احسن يكون شي قانون، حيت وليتي كتشوفي اختي شي عجب ما ماشي ديالنا، ماشي ديال هذا المستوى، ماشي ديال المغاربه. الروتين اليومي ولا الروتين اليومي يعطيونا شي حاجه اللي تفيدنا، ماشي هذه كتغسل المواعن ولا هذه كتصبان ولا هذه لابسه شي لبس ماشي تالي. انا بعدا ما نقدرش نشوف هذاك الشيء، شويه ناقص. شنو الراي ديالك في الروتين اليومي في الفيديوهات اللي كيدوزوا دابا في اليوتيوب؟ واختي اش غنقول لك، ولات واحد الزعامه مع الاسف، ولات واحد الزعامه عند المغاربه، كل شيء تيلوح في الفيسبوك، كل شيء تيلوح، ما تيستافد المجتمع، ما تيستافد من داك الشيء والو. داك الشيء عمتم، داك الشيء خايب. تما زي ماذا بينا يكون شي قانون ولا شي ردع باش نردعوا هاد الناس هادو. ان مع هاد الجائحه دابا راه خص بنادم يكون مستافد، خصو يكون خارج بواحد الخلاصه اللي يستافد منها المجتمع وداك لونتوراج اللي تيعيش فيه. هادشي اللي غادي نقول لك اختي، هادشي حرام بان حنا دوله اسلاميه وهادشي ما خصوش يكون عندنا في المغرب. وكنتمناو باش هاد الناس يحيدوا هادشي، لان ولادنا ووليداتنا حنا كشعب مسلم ونقي ما خصناش نبقاو نشوفوا هادشي. فكروا في هاد الفيروس وهاد المرض كيفاش نحيدوه، الدين والصلاه ونعاونوا بشويه القران. ما هاد الروتيني وهادشي راه ما عاجبنيش، هادشي ديما ما عمره ما كان عندنا حنا هنا في المغرب تولينا كنشوفوا. الحل هو في النظر ديالي خرجوا شي قانون فيه شي فصل يعاقب على هادشي. ما عندهم حتى اهميه، كطيب ولا ما كطيب، ما فهمتش انا هادشي اللي ولا دابا حاليا، ما فهمتش فيه انا والو. المراه لا كطيب، راه كطيب في المحل ديالها، ولا داعي باش بدا تبين راسها انني كنطيب ولا ما كنطيبش، حيت الطياب خصو يكون في البيت الزوجي، بيت الزوجيه، تما تيبان الطياب وتتبان الحداقه. غير الطياب، كاينين اللي كيبدا تقول لك انا صيقت، انا طيبت لراجلي هذا، انا خارجه. لا 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 لا، هذاك الشيء مادام المرأة كتريح في المحل وكتجوج، مفروض عليها خصها طيب، خصها تجفف، تصيق، تقابل وليداتها، تقابل الحوايج اللي خاصة بها في الدار. هذا هو المجال ديالها هي المرأة بصفة عامة. بنظرك هاد الفيديوهات اللي كيكونوا في اليوتيوب كيسيئوا للمرأة المغربية؟ كيسيئوا لها بزاف، حيت المرأة المغربية اللي عرفنا حنا زيادة ديال الستينات ما كانتش كتبان كاع، اش فهمتيني؟ ماشي بحال هذا المنظر اللي كاين دابا، هي كتبان للمراه ولكن خصها تعطي واحد الصوره، تعطيها مشرفه للمراه المغربيه. المراه المغربيه خصها تكون في المحل ديالها، وين فوا الا ما كانتش في المحل ديالها وخدمات في شي بلاصه اخرى، خصها تخدم بالجديه وبالمعقول. لا داعي تبقى تمثل، حيت الانسان مجرد انت ما كتخدم وكتعطي واحد العطاء راه بلا ما تقول لي انت، راه هو عارف شنو كاين، واش انت كاين ولا ما كاينش. اما هذه القضيه ديال الفيديوهات هذه راه مصطنعه، ما عندها لا والو، ما عندها حتى اهميه، حيت باش نجي انا ونصورك انت خدام ولا انت كدير، ما عندي ما ندير انا بدوك التصاور. انا خصني نشوف في الارض الواقع، ارض الواقع خصني نشوف شنو كاين، واش كاين داك الشيء ولا ما كاينش. نلمسوا في ارض الواقع. بالنسبه للمراه، المراه النقطه، المحل، الموقع الاساسي ديالها هو الدار، تقابل وليداتها، تقابل الشغل ديال المحل ديالها، تهلا في الزوج ديالها، واش فهمتيني؟
وما لا داعي انها تبدا تنشر انا كندير هكا انا كان ما عندها تقبل هذيك هذاك الشيء ما عنده تقبل. دوك الناس بعدا اول حاجه كطيح من الصوره ديالها وكطيح من البدن ديالها وكتعرى الناس كلها كتشوفها وحشومه. وحنا كدوله اسلاميه خصها تكون محتفظه على الشرف ديالها وتحتفظ على البلاد ديالنا ان خصها تعطي صوره نقيه كان احنا مسلمين وفي دوله اسلاميه وما تيتعراو ما عندهم ما يدار كيديروا اللايف. ما خصوش يكون داك الشيء اصلا اللي كتكون هي اصلا محترمه وكتكون عندها كرامه على نفسها وعلى البدن ديالها وعلى بلادها ما كتقدرش دير بحال هكاك. والله يهديهم حنا كنتمنوا لهم الهدايه وكنشوفوهم يوميا وكيلوحوا راسهم ما عندهم حتى شي رباح. اشنو هذا الرباح هذا اللي كدير هذه الحاله هذه وكيشوفوك هاد الناس كاملين. انا كنبغي نهضر مع كل مغربيه اللي كدير هذا اللايف هذا وكتعرى وكدات هي تتصبن اولا كتغسل المواعن والناس كتشوف فيها العالم كله كتشوف تيشوفها. اول حاجه بعدا راه كدي واحد كدي النعله والمجتمع ما تيحملهاش. شكون هذا اللي غادي يتقدم يتزوج بها؟ ما كاينش. ما تنظنش انا ملي كلشي شافها عريانه وغادي يتزوج بها ما تنظنش. والله يعفو عليهم. من نظرك راه كاينين الناس مزوجين كتكون مزوجه وكدير دوك الفيديوهات؟ انا ما تنظنش هذيك مزوجه غير كاريه الراجل او لم راجل مونيكا. اما لك الراجل ديال بصح ما غاديش يخليها دير هذيك الحاله لا يعقل. اولا شي دري غيخلي اختو دير بحال هكاك ما يمكنش. ما تدخلش حتى للعقل. نظرك شنو الحل باش يتحد من هادشي باش يسرد؟ والحل راه خصها تستر راسها او تكون شي عقوبه. الدوله خص الدوله ماشي كدير دارت زيرو ميكا زيرو سرقه وزيرو فاحشه. ما نديروش حنا هاد الفاحشه وشوفنا العالم كله وكلشي الناس بتشير لنا بالاصابع المغاربه وشو الدريات ديال المغرب وشو هادي اللي تيعايرنا بهادشي هذا تيعايرناها بهم هما. اما حنا رجال ما عندوش باش غادي يعايرنا. والحمد لله حنا خواتاتنا من السوريين وكنتمنى لهم حتى هما يتستروا. يعني داكشي اللي كدير ما ماشي لا في الصالح ديالها لا في الصالح ديال البلاد. ما كضرها راسها ما كضرش عباد الله معاها.